قطرات ارك دروب لتدفق الاكسجين للانسجه العضليه وبالتالي زياده من معدلات حرق الدهون. احد عناصر الارك دروب هو المنثول. المنثول متعارف عليه مشتق من النعنع او زيوت النعنع. ضايفين لهذا المنتج الفيتامينز، المحليات الطبيعيه، زيت جوز الهند وايضا الريحان. طريقه عمل هذا المنتج بمجرد وضع القطرات في الفم، هذا الشيء راح يساعد في ارتخاء العضلات موجوده في المجرى التنفسي وبالتالي زياده في تدفق الاكسجين للجسم. اذا الزياده في معدلات الاكسجين في الجسم، هذا الشيء راح يؤدي الى استمراريه في النشاط البدني اللي راح يقابله زياده في معدلات حرق السعرات الحراريه اللي هي احد مصادرها الدهون. مين ممكن يستخدمها؟ مش بس لاعبي بناء الاجسام، وانما ايضا الرياضات العنيفه بتحتاج لجهد اكثر مثل السباحه، البايسيكلز، الجري، رافع ممكن الاثقال اللي بحاجه الى اكسجين اكثر. ملاحظه بسيطه، ما ناخذ الدروب كله كامل، ناخذ منه كميه بسيطه لانه في ناس تحسس من النعنع وممنوع الحوامل والمرضعات. تحذير بسيط، ما تستخدموه بكميه عاليه، هنالك العديد من الابحاث اللي اشارت تاثير النعناع على مستويات هرمون الذكوره لدى الرجال المفروض فيه هرمون التستيرون. السؤال هنا، هل ممكن يكون هذا المنتج بديل كلين بترول للمستقبل؟ فعليا لا، لانه في فروقات كثير ما بيناتهم. واللي حابب يعرف اكثر عن كلين بترول يكتب على محرك البحث على اليوتيوب كلين بترول الغول جيم، راح يطلع لك فيديو الشرح كامل بالتفصيل. لحظه، مستعد تستخدم هذا المنتج، منتج الارك دروب؟